ممكن يكمل إنك أنت السميع العليم. ده حجاز، تاني حجاز اهو، تاني انا بسجل حاجة. ممكن، مش مشكلة. طبعا يا اخوانا اللي حضرتكم الفايلات دي بكون بسمع التلاوة كامل، بعض اقطع بعض اقطع لابنائنا في الاكاديمية، بحيث اجمع لهم الحجاز كله والبيات كله ورسته كله. فكده يعني ده موضوع صعب، مش سهل. طيب، حجاز الشيخ الشحات الله يرحمه، او نبدا بحجاز اول حاجه اللي هو السعاده عبد الصمد الزناتي. احلى واحد انا بسميه بالظبط سلطان مقام الحجاز، زي ما تميز مصطفى اسماعيل في مقام العجم، كان بيسميه قارئ العجم. والشحات تميز بالنهاوند، كان قارئ. لابد ان كل قارئ يا اخوانا بيتميز بحاجه عن غيره، فاهم؟ التاكيد من الثمان مقامات، في مقام منهم انت بتحس ان انت انا عن نفسي بحب البياتي، تخيل، وبحس فيه احساس عالي عن الصبا بجد والله. ففي كل واحد، يعني انا مش بقول لك ان انا يعني قارئ ومشهور ومش عارف، بقول لك انا يعني كل واحد في مقام بيعلق معاه. فكان السعيد عبد الصمد الزناتي ده كان بروفيشنال عملاق في مقام الحجاز. تقعد تسمع منه التلاوات، حجاز عجيب وحجاز جميل، وجاب أرقانه وقفلات وحاجات عجيبة. حتى يومنا هذا كل اللي بيقرأ الحجاز، قراء المعاصرين من الشحات لحد الوقت، كلهم متأثروا بمين يا اخوانا؟ بمين؟ بالشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. اسمع كده الحجاز متسلطن. الله، اسمع تاني. الله يرحمه كان عملاق. طيب، في تاني حاجة تانية، كان في عند الشيخ الله مذاكرني حجاز كار، طبعا عشان الوقت. دي حمد الزمي من استوديو الإذاعة. لمس على البياتي، لكن ركز على الحجاز، وده بيته القصيد. طب الحجاز بتاع الليسي، تعال نسمع الشيخ محمد. معدودات، قفلة واحدة، مهما يلمس نهاوند، يلمس راست، يلمس يقفل حجاز في القفلة المعروفة.
طب سيدنا الشيخ الشحات، سيدنا الشيخ الشحات من الناس اللي هي العمالقة، نسمع. الشيخ الشحات رحمة الله عليه تعالى الوحيد اللي كان بيقرأ مقام الحجاز أكاديمي، لأن في أكاديمي وفي تاتشات، يعني حتى السعد الزناتي الله يرحمه كان في تاتش كده عنده، لكن الأكاديمي اللي بيتصور صح اللي بيتعزف موسيقي الشيخ الشحات. يا ريت، أتمنى إن يكون في كمان حجاز للشحات يا رب. بصوا كده معايا يا جماعة، ما فيش. طيب في ايه تاني؟ تعال نشوف ده. سيدنا الشيخ فتاح الطاروت، والشيخ فتاح الطاروت متأثر جدا بالشيخ الشحات والليسي. من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. قفلت انا، انا ما اعرفش هو هيقفلها ازاي، لكن دي قفلة حجاز. نسمع كده. قفل رصد. مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فرعون وعمله. عجاز. الله الله، السعادة عبد الصمد الزناتي، تلاوة من الاستوديو، صورة نوح مشهورة أوي، بتلاوة جودة عالية. الله يرحمك يا شيخ سعيد. يرسل السماء عليكم مدرارا. حجاز محترم وجميل. اختم بحاجه حلوه قوي، حجاز سيدنا الشيخ محمد المنشاوي، تمام. ولكن برضو انا مش عارف اذا كان عليه حقوق ملكيه ولا لا، كل اللي فات ده اكيد معلوش حقوق ملكيه، بس باستثناء مصطفى، باستثناء البنا، وده مش عارف بقى. حجاز الشيخ المنشاوي كان عجيب قوي، يعني كان بياخد الحجاز، في حجاز علوي وفي حجاز سفلي،
حجاز المنشاه لو بتيجي تبص. طيب حبيب قلب الشيخ سيد متولي، لا لازم نسمع له نشوف. واضحة يا اخوانا. حاجة للشحات حجاز اهو، لا مفيش حجاز للشيخ الشحات لان هو فعلا كان بيقرأ اكاديمي. المهم يعني احاول برضو تأثير مني برضو، مع ان انا عندي تلاوات كتيرة للشيخ الشحات من استوديو الاذاعة نفسها. في حجاز اهو، ولا ده اللي احنا سمعناه؟ لا قرصت اهو، بس المفروض يقفل تاني حجاز او هو نازل ينزل نهوان. نهوان ده اهو، اهو شوف نهوان ده اهو. نهوان ده تاني. الله يرحمهم جميعا الأحياء منهم أو الأموات. اللهم ذكرني يا رب. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفيك ووفقت. ودايما أنا بعلمك أن تتعلم المقام، وفي الآخر أنت بتستطعم المقام بطعمك أنت. ما تقلدش طروطي، ما تقلدش الشحات، ما تقلدش السلام عبد الصمد السند. قلد المقام. قلد إيه؟ المقام. نص ساعة كانت جميلة، وأنا سعيد أن أنا قضيت وقت ممتع مع حضرتكم، ونرجو من حضراتكم تشجيعنا نتيسر معنويا أو ماديا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله لو لقيت في تفاعل حلو على الفيديو دوت ممكن نكمل المقامات الفرعية الحجاز. إحنا عندنا حاجات حلوة ما شاء الله، عندنا الشهناز، عندنا الحجاز كار، عندنا الزنجران، حاجات حلوة يعني إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.